مساء الخير مشاهدينا في كل مكان. حلقة جديدة النهاردة من حلقات من يجدها، بنبقى معاكم كل اتنين واربع على الهوا من الساعة 12 للساعة 1، وبنتكلم في كل الحاجات اللي تخص حياتنا، تخص بيتنا، تخص علاقاتنا ببعض، تخص ولادنا، وبنهتم بأدق التفاصيل اللي تخص حياتك وتخص رشاقتك تخص جمالك. كمان بنهتم طول الوقت في من يجدها اننا نسلط الضوء على الحاجات اللي احنا المفروض نعرفها، والمعلومات الخاصة بصحة ولادنا، صحتنا احنا كمان بشكل شخصي، لانه مهم قوي نعرف ده. ولاننا في فترة الصيف وشوية الاطفال الصغيرين تعبانين من درجة الحرارة العالية، كمان في امراض بتبقى منتشرة جدا خاصة بالاطفال. الحصبة من اكتر الامراض اللي بتبقى طول الوقت يعني ليها علاقة بالاطفال، وخاصة طبعا بالسن الصغير، لانه هي دي فترتها، وبنلاقي اوقات كتير انه اعراضها بتتشابه مع اعراض لامراض تانية كتير. احنا كامهات واباء ما بيكونش عندنا الخلفية الكافية او المعلومات الكافية اللي تخلينا نفهم اللي عندهم ده ايه او نتصرف معاه ازاي. علشان كده هنتكلم عن الموضوع ده دلوقتي حالا مع ضيفتنا، وهي معانا على التليفون دكتور هالة وديع، استشاري طب الاطفال وحديثي الولادة والمبتسرين. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك دكتور هالة. الحصبة من اكتر الحاجات اللي بتخلينا كاباء وامهات قلقانين طول الوقت، بداية كده عايز اعرف اعراض الحصبة ايه؟ طيب انا حقيقة يعني هضيف معلومة بسيطة، هي الحصبة دي من الامراض اللي فعلا تقدر تكون مقلقة، لكن هي ما عادتش موجودة بالصورة المنتشرة اللي احنا كنا فاكرينها، بس يمكن القلق بتاعكم عشان في مرض مشابه ليها اللي هي اسمها حمى شوك الورد، اللي بتتلخبط مع العامة كلها ان هم بيفتكروا انها حصبة، عشان كده الناس كلها فاكرة ان احنا في حصبة في مصر. لا، هو مفيش حصبة، لان احنا البرنامج بتاع الصحة وزارة الصحة في تطعيم كل الاطفال المولودين بيتولدوا بيتعاموا عند عمر سنة وبيتعاموا عند سنة وست شهور، التطعيمين دول خاصين جزء منهم بالحصبة والحصبة الالماني والغدة النكافية. فتقريبا ما بنشوفش الحصبة الا فيما نضر، لكن التعليق بتاع حضرتك اقدر اقول اعمل فيه مداخلة كويسة قوي، ان عندنا حمى شوك الورد الناس بتفتكر انها حصبه لان عندها طفح احمر بيشابه للحصبه، فممكن الناس تقول ده ابني حصب. لا، مش حصبه، اسمها حمى شوك الورد يا دكتور. حمى شوك الورد دي بتيجي عند عمر قد ايه؟ دي بقى من اول 6 شهور لحد عمر سنتين، ده التارجت اللي بتصيب بيه الاطفال، ولازم الاطفال كلهم ياخدوها. عشان كده قلتي حضرتك جمله مفيده جدا، معظم الاطفال بيجي لها. ايوه فعلا هم كلهم بيجوا له، بس انت بتفتكروا انها حصبه، هي مش حصبه، هي حمى يعني حراره، ارتفاع شديد جدا في درجه الحراره 39 كل 3 ساعات، ولا يوجد اعراض اخرى خالص، لان الحصبه برضه 39 لكن يوجد اعراض اخرى اللي هي سيلان في الانف، كحه شديده، احمرار في العين، وبعد 3 ايام في الحصبة يطلع الطفح. لكن الحمى شوك الورد الطفح بيطلع على اليوم الخامس. على اليوم الكام يا دكتور؟ الخامس. الخامس، وبيبتدي في منطقة الصدر والبطن. الحصبة الزمان بتاع زمان دي بتبتدي من الوش وتنزل لتحت وتقعد 7 ايام طفح، لكن حمى شوك الورد بتقعد 24 ساعة تختفي. اوكي، ده الفرق. دي حمى شوك الورد، دي مش حصبه يا جماعه. طب يا دكتور بعد اذن حضرتك، دلوقتي حضرتك بتقولي انه الفرق ما بين الحصبه وحمى شوك الورد، حضرتك بتقولي انه الحصبه بتبدا من الوش وبتبدا تنزل لتحت بتقعد 7 ايام، وحمى شوك الورد بتقعد 24 ساعه، بتظهر في الجسم كله مره واحده ولا برضه في مناطق معينه؟ من البطن الاول وبعدين تنزل لفوق للجسم وتطلع على الوش، يعني تاخد الاثنين، يعني البطن اول جزء وبعدين تنزل على الرجلين. بس هو مش التفرقه في كده، هي التفرقه ان الحصبه لازم يكون معاها ايه؟ كحه شديده جدا، وسيلان من الانف شديد، واحمرار شديد جدا في العين، لدرجه ان الاطفال ما بيقدروش يفتحوا عينيهم في النور. الحمى شوك الورد الكلام ده مش موجود نهائي، فقط حراره. طب هو حمى شوك الورد دي يا دكتور يعني معروفه مؤخرا ولا هي معروفه برضه بقالها كتير؟
لا هي من يعني موجودة طول من ساعة الخليقة، يعني موجودة مع انتشار الفيروسات، لكن التشخيص بتاعها ما الناس ما كانتش مرشخصها، أو الاتجاه الطبي مش بيجي ناحيتها، لأنه بيفكروا إنه مادام في حرارة ففي بعض من يعني في بعض من الزملاء أو من حتى الصيادلة أو الأهل بيتسرعوا جدا ويدوا مضاد حيوي على أساس إنه في حرارة، فهم خايفين لأن الحرارة فعلا بتبقى شديدة جدا، وبيطلع الطفح على اليوم الخامس، فالناس بتفتكر إن ده طفح من الحساسية من الدواء اللي أخدته بتاعت الأنتيبيوتيك، فبيحصل هنا عدم تشخيص. مظبوط، هي موجودة ومتشخصة، طب لكن طالما هي دكتور موجوده ومتشخصه وفي شويه اختلاط ما بينها او خلط في مفهوم الحصبه ومفهوم حمى شوك الورد، ليه ما اتعملهاش لغايه دلوقتي مثلا تطعيم زي تطعيم الحصبه اللي بيتاخد للاطفال زي ما حضرتك قلتي؟ سؤال رائع، لان حضرتك لما بتدفعي فلوس عشان تطعمي او بتخترعي تطعيم، لازم التطعيم ده ينقذ البشريه، يعني تعملي حاجه كويسه. الحصبه ليها اثار جانبيه جدا جدا، ولما كانت ما كانش فيه التطعيم في كمان يعني ضرر شديد جدا، في اطفال بعد الشر بيصاب بالتهابات في المخ، التهابات في الاذن الوسطى، وفيات شديده جدا. لكن عمر ما حمى شوك الورد هتموت عيان، ولا ليها اي اثار جانبيه من التهاب في المخ او اي حاجه. فحضرتك ما بتديش او ما بتدفعيش فلوس عشان تستثمري في تطعيم ينقذ البشريه، انت بتنقذي البشر من ان هما يحصل لهم مشكله. يبقى في لكن اثار. هما شوك الورد ليه اعمل، ليه اطعم طفل ما هو هيخف من غير ما اديله اي حاجه؟ هل تتخيلي ان الطفل هيخف على مخفضات فقط حراره وحمامات ميه بارده فقط لا غير؟ فقط لا غير؟ يعني العلاج بتاعه بيساوي حوالي 10 جنيه. طيب يعني دلوقتي سؤال برضو محتاجة أفهمه من حضرتك أكتر، في أسباب لحدوث الحصبة أو حدوث حمى شوك الورد، أو لو الحصبة زي ما حضرتك بتقولي ما بقتش موجودة نتيجة وجود التطعيم مثلا، هل في أسباب معينة بتؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة اللي بينتج عليها حمى شوك الورد، أو اللي أعراضها يعني ارتفاع في درجة الحرارة بالإضافة للطفح الجلدي، ولا دي بتظهر من غير أسباب معينة كل طفل على حسب فروقه الفردية؟ لا، في فيروسات لازم هنعي بيها أو نطعم بيها، لأن دي موجودة حوالينا في العالم، ملهاش دعوة بكمية النظافة اللي أنا بعملها للطفل أو البيئة اللي أنا يعني بحاول أمنعه إن هو يعي. ما ينفعش، هو لازم هيعي بالأمراض دي، لأن الفيروسات دي موجودة حوالينا. تمام. ليها أوقات معينة هتيجي فيها القاتلة منها أو اللي ليها آثار جانبية، الحمد لله العلم ادانا ليها التطعيم عشان نمتنع منها. تمام. لأن ما ينفعش أمنع الطفل غير عن طريق التطعيم. لكن في فيروسات ضعيفة حوالينا لازم هنعي بيها، ونعمل عندنا حاجة اسمها أجسام مناعية. تمام. ممتدة طول عمرنا، يعني اللي بيعمل يا أبو حمى شوك الورد هيفضل طول عمره عنده اسمها المناعة. البكتيريا بتتغير، يعني أقدر أعيا بيها، وما فيش حاجة اسمها دي ان انا خلاص خدت التهاب في اللوز الطبيعي فانا خلاص عيت بيه مرة واحدة فما عياش تاني. لا، حعيا بيه لو انا اللوز دي بايظة، حعيا بيه لو بعمل ممارسات خاطئة، لكن الفيروسات مختلفة. تمام تمام انا بشكرك شكر جزيل دكتور هالة وديع، استشاري طب الاطفال وحديثي الولادة والمبتسرين، شكرا لمعلومات حضرتك يا دكتور. هخرج معاكم لفاصل، بعد الفاصل هنتكلم معاكم على احدث صيحات مكياج العروسه وفن تجميل الضوافر. الفتره اللي فاتت كانت الافراح قليله الى حد كبير، لكن الفتره دي بدات الافراح تشتغل مره تانيه، وبقى في عرايس كتير محتاجين نعرف اكتر اخر صيحات مكياج العروسه، وكمان ازاي تهتمي ببشرتك قبل كمان يوم الفرح بالاضافه كمان للضوافر. فخليكم معانا والفقره حلوه جدا، واي عروسه داخله على يوم فرحها قريب تابع معانا الفقره دي، وهقابلكم مره تانيه بعد الفصل.